السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض السيلز موجودة في الأودو أوديو دوت كوم، وده نظام من أنظمة الـ ERP في مصر. فبيبدأ يقول لي عشان تعمل حرف المبيعات دخل المعلومات بتاعت الشركة، الكوتيشن، الكونفجريشن، الدفع بعمل زي بيمنت، الكوتيشن. أنا هقول له كومباني ديت، يبقى معلومات الشركة، أدرس، العنوان، الويب سايت، الفون، ده التليفون بتاعي، العملة اللي انت تعمل بيها، الدولار، كومباني ريجستري، اقول له ابلاي، خلاص ديت. بعد كده الكوتيشن، تمام، هيبقى بأي شكل من الاشكال، وتقدر تحط اللوجو بتاعك والكومباني تاج لاين، الفوتر اللي هي الخاتمة اللي تحت تبقى مكتوبة ازاي، الورق هيبقى معمول ازاي مثلا بالشكل دوت، ابلاي، خلاص يبقى كده عملت الكوتيشن، الكونفجريشن، البيمنت هتبقى هتدفع بالباي بال، هتدفع بالكريدت كارد، هتدفع بطريقة أخرى تبدأ تحددها، تمام. خليني أقول له ساين اون لاين، يعني لو يعمل ساين اون لاين يبقى كده سجل. طيب خلينا نشوف هنا في معلومة ناقصة، ماشي، كومباني تاج لاين، أعتقد منتظر اللوجو، خلينا نحط اللوجو في حجم عربية. كده خلاص. وبعد كده الكوتيشن، يقول لي بقى الكوتيشن بقى معمول ازاي، الاسم ده، الاتاشمنت، وهكذا. فانا هبعت اختار الشخص اللي انا عايز ابعت له، تمام. المفروض تبدا في الناس تضاف، وانت شغال كل شويه بتعمل كريت لاشخاص بالاملاب بالتليفونات كده، بقول له ابعت، فيجي لي على الايميل بتاعي الكوتيشن. وتقدر في اي وقت تشوف تتابع الحركه نفسها بتاعت البيع والكوتيشن وهكذا.